أكثر من 500 حصة إغاثية من كسوة الشتاء والحقائب الصحية وزعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للنازحين السوريين في المنيا بالشمال اللبناني، في خطوة ليست الأولى تجاه هذه المنطقة ولن تكون بالتأكيد الأخيرة، شعورا من القيمين على مركز الملك سلمان بحجم المأساة التي يعيشها النازحون، وهم عبروا عن شكرهم للمملكة العربية السعودية ولوقوفها إلى جانبهم. الله ينطيهم والله يرزقهم ورزقونا يا بنت الحلال، الله يعطيهم دا يعطونا الجميع يا أمي، أكثر من هيك شو بدي أقول؟ الله يعطي كل شيء يعطي، أنت وهم والكل ممنونين منكم يا ميمة. نشكر رب العالمين الحمد لله، من فضل الله الحمد لله، شو من إجانا كتر الله خير يسلمنا. والحمد لله كلياتنا أمورنا بخير ومستورة. مئات العائلات السورية النازحة كانت على الموعد لتسلم مساعدتها من مركز الملك سلمان، والذي يكاد يكون المركز الوحيد العامل بعد على خط إغاثة النازحين. الجهد السعودي المستمر في سبيل مساعدة السوريين لدليل على احتضان المملكة لهذه القضية الإنسانية. نحن نجد اليوم أن مركز الملك سلمان هو الوحيد أو يكاد الوحيد في لبنان الذي يساعد الإخوة النازحين السوريين في لبنان على امتداد كل المناطق. تجدر الإشارة إلى أن مشروع شقيقي دفء كهدفي يتواصل توزيعه للنازحين السوريين منذ بدايات أزمة النزوح وحتى اليوم، ويضاف إليه سلسلة من المشاريع الإغاثية الأخرى تواكب احتياجات النازحين. مسيرة العطاء ونصرة النازحين السوريين تتواصل بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عابرة المناطق اللبنانية وصولا إلى كل نازح سوري. من المنيا، مرسل كرم، الإخبارية، الشمال اللبناني.